ودابا ما غاديش نطول عليكم، خليكم مع الفيديو. السلام عليكم الدراري البنات، اللي رجعت لكم في فيديو جديد. لما فات الفيديو ده يكون سكور هيرو، ولكن بغيت نقول لكم انه الا بغيتوني نلعب فيفا موبايل، بغيت هذا الفيديو ده يوصل ل 30 لايك. 30 لايك الا بغيتوني نلعب فيفا 2021 ديال الموبايل. بغيت هذا الفيديو ده يوصل ل 30 لايك. شوف شحال ما قديتو في شهر، نهار، شحال ما قديتو. المهم 30 لايك، وغادي ندير لعب شنو سميتها فيفا موبايل. وكنتمنى انكم توصلوا لنا 30 لايك في اقرب وقت. نشرح الهدف ديالي انني نوصل 30 لايك، ودابا ما غاديش نطول عليكم، خليكم مع الفيديو. طبعا الفيديو ما نخليهش طويل بزاف، نخليه غير اندر دان 4 مينيتس، يعني اقل من 4 دقائق. اوكي، وبغيت نوصل كالعادة الألف أبوني في أقرب وقت. إذا بغيتو لايف كل نهار، يعني لايف كل نهار، بغيت نوصل الألف لايك في ال بغيت نقصد ألف أبوني في قبل من 2022. إن شاء الله غادي ندير لكم لايف كل نهار. فإذن دابا قلت طولت عليكم بزاف واقيلا. المهم دابا اقترحوا عليا شي ليفلز نديرهم فلاشين ديال سكور هيرو، وانا ان شاء الله غادي نختار واحد منكم. اكتبوا لي كاع لي كومونتير، اكتبوا لي لي كومونتير ديالكم، راني غنقراهم كاملين. وملي كنقول شي حاجه راني كنديرها بصراحه، وكتبوا لي الكومونتير ديالكم باش نعرف شنو من لعبه اللعب، واش من وشنو ندير وكل شيء. حيتش راه لايكات، علاش 30 لايك؟ حيتش اللايكات راه ما كي حيتش راه اللايكات غير كيبين ليك واش الفيديو عجب اللي شاف، كيبين لك واش الفيديو عجب الشخص اللي كيتفرج ولا لا. و صافي هادشي اللي كيبين لك، ما حتى حاجه ما كيبينها لك من غيرها. فاذا وقيلا طولت الفيديو بزاف، اذا هذاك الفيديو ديالنا بشكل كامل. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والشير سبسكرايب كومنت. نشوفكم ان شاء الله بخير، مع السلامه، بيكس عليكم.